بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات السادة الحاضرون جميعا، مع حفظ الألقاب والمقامات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذا الحفل المركزي والذي يقيمه المجلس الأعلى الإسلامي العراقي بمناسبة الذكرى السابعة لتصويت مجلس النواب العراقي، وبالإجماع وبحضور أكثر من 200 نائب على قانون هيئة الحشد الشعبي رقم 40 لعام 2016. ومن الجميل أن نذكر ونذكر بعضا من الأسباب الموجبة لإقرار هذا القانون، تكريما لكل من تطوع من مختلف أبناء الشعب العراقي دفاعا عن العراق في حفظ الدولة العراقية من هجمة الدواعش، وكل من يعادي العراق ونظامه الجديد، والذين كان لهم الفضل في رد المؤامرات المختلفة، وتكريما لكل من ساهم في بذل دمه في الدفاع عن العراق من المتطوعين والحشد الشعبي. أما الآن فخير ما نفتتح به حفلنا المبارك آيات من الذكر الحكيم يتلوها بيننا القارئ ملا عدنان. صلوا على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره.
إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العلي العظيم صلوات صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم أما الآن فنقف سويا لقراءة سورة الفاتحة لأرواح شهداء العراق عامة والحشد الشعبي المقدس وفي طليعتهم شهداء قادة الانتصار والعلماء الأبرار وأخص بالذكر الشهيدين الباقرين وأمات الحضور جميعا مسبوقة بذكر محمد وآل محمد يتلوها سماع النشيد الوطني للشعر أهمية كبرى باستنهاض الهمم وحفظ البطولات وتخليدها وأي بطولات نحتفل بها اليوم بطولات الحشد الشعبي المقدس الإنسانية منها والعسكرية يتفضل مشكورا الشاعر كريم الحاتمي الحضور المبارك جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بما أنه في هذه الأيام ذكرى استشهاد فاطمة الزهراء سلام الله عليها، فعظم الله أجركم وأحسن الله عزاكم، وأسأل من الله قبول الأعمال ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. إلى صاحب الفتوى والقضية الإسلامية، قضية فلسطين، أقول له نويت توصف حضرتك وأنت كلك خير، نويت توصف حضرتك وأنت كلك خير، وعجز عند الوصف للوصف ما يقدر، أو رفض قلمه وكتب وصفك بهيج أبيات، شعر كلش بسيط النقش عالدفتر، يا خضر متبيت اللي يطب عين عليك وبيك البخت كله وتطرد النشر، مشانك بالقلب والقلب ماي ونار، يا فصل الربيع بين برد وحر، كل شي تزور بالكتب والتاريخ وانت حساب بصمة وصعبة تزور، يا وسط البيت يا الوقفتك سوت بيت، وعلي لو ما وقفتك بيت نطشر، مو بالعلم ندر الله أكبر بيك وكبر بيك الوطن يا فتوة المنبر، بوقت كلش انتهى كلش انتهى وضمت لسنها الناس، حكيت حكاية رد بيها الشعب كبر، ممحلة وبسر عيد وما يصح الماي، يا غيمة غيث يا البيك الضمت بشر، مثل بيت الشعر صارت الشيعة وياك يدرع للمطر كل ما يصب أكثر، مثل بيت الشعر صارت الشيعة وياك يدرع للمطر كل ما يصب أكثر، يا أبو محمد رضش ما قلت ما وفيك، يا وحدة وطننا ومحزم المكور، يا وحدة وطننا ومحزم المكور. أحسن الله لكم، الله يحفظكم. ومن بعد ما حقق النصر على أيدي الأبطال والشهداء والمضحين، شفنا أن كم صوت طلعوا نكروا هذا الفضل، نكروا هاي الوقفة التاريخية اللي جسدوها رجالات العراق، فأقول له نسيت أولادنا بالموصل مبسطين، مو بس بالفشق برواحهم حتى تعيش انت بسلام وما يجي سك ضيم، والساكن بقلب بقبر سكنته، نسيت ام الشهيد تلاقي ابنها شلون صوت الما مفرع الا مفرعته، يا من غمرايكم ذميته والبضيج بسدور اتفق مسموع سالفته، يا من غمرايكم ذميته والبضيج بسدور اتفق مسموع سالفته، وين البي مسد وينشف الدمعات وداعل ما يرد للدار وادعته، مشوا الذكريات مرافج الحيطان وصور على الدرب كسرة قلب بنته، أخونا البن نجف مدفون لشكم عام كرهنا جفوفنا هي دافنته، الوادم من نطيح تشادر يطشون وامك بالقلب شادرك ناصبته، منحط هدم علمتنا اللي كم لجمت موته، واتذكر متون الحيط شايلته، وانا نطيك الدليل المشو مهينين ابو مهدع لكبر الوطن فاتحته، ابو مهدع لكبر الوطن فاتحته. والقراءة الأخيرة هي سلام من وحدة البيت الشيعي إلى كل مجاهد ومقاوم على وجه المعمورة، سلام من الجفوف الما تصافح دوم، من الروس العنيدة الما رضت تخضع، من السيد علي السستاني من بغداد اللي قال احنا زلم بس لله من نركع، سلام من العمامة وثورة الكاسية، من إيران الصواريخ الكم توزع، من راية على الرافع حشف بيزود، من الخامناء الطيب المرضع، من الليث الأبيض والأجفان البيض، من مسجد الكوفة الما سمع يسمع، سلام الكل مقاوم شاربه تزغيض، القال أما بنصر أما بعلم نرجع، سلام الكل مقاوم شاربه، خادمكم خادمكم حاضر، سلام من الجفوف الما تصافح دوم،
من الروس العنيدة المارضة تخضع، من السيد علي السستاني من بغداد اللي قال احنا زلم بس لله من نركع، سلام من الاعمامة وثورة الكاسية، من ايران الصواريخ الكمتوزع، من راية علي الرافع حشف بيزود، من الخامناء الطيب المرضع، من الليث الابيض والاجفان البيض، من مسجد الكوفة ما سمع يسمع، سلام الكل مقاوم شاربه تزغيض، القال اما بنصر اما بعلم نرجع، وخذ مكتوب من الحضرة الحكام اليدهم بالحرب بس يلبس وينزع، الى درع الجزيرة الماكو بيك الخير الما هزت الغيرة وما قبل يفزع، اللي حاياهم تشابه لحية ام شمال ولاملها الزبر وحشاية الهيدع، الذابح نفتاوي خالية من الدين، السيف على الرقص وعلى الطرب يلمع، ولك نسوان ماتت والاطفال تموت، وزلم طارت رقبها وبابك مشرع، تسولف على العروبة العرب حقها تريد، تسولف على الدين اسلامك يفزع، تسولف على الغيرة وغيرتك بسطال، غزة تموت وانت وياهم مطبع، غزة تموت وانت وياهم مطبع. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسنتم كثيرا شاعرنا الكريم كريم الحاتمي. أما الآن فكلمة عضو هيئة رئاسة مجلس النواب في عام 2016 ومن كان له الدور الكبير في التصويت على هذا القانون وإحقاق الحق للمضحين والشهداء والمدافعين عن حرمة هذا الوطن، سماحة الشيخ الدكتور همام حمودي رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي. أعوذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المشايخ الكرام، الأخوة المجاهدون، ورحمة الله وبركاته. في البداية نعزيكم برحيل حبيبة محمد، أول شهيدة في طريق الولاية، والتي كان لها الموقف في بيان أحقية هذا الطريق، سلام الله عليها، ونسأل الله تعالى بحقها وبمظلوميتها وصبرها أن يمن علينا جميعا بالنصر على أعدائنا وبتحقيق وتمهيد ظهور صاحب الأمر والزمان. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح، جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. من المفارقات أن كلمة نصر في القرآن لا تأتي إلا وتنتسب إلى الله. راجعوا القرآن ستجدون، كتبوا كلمة نصر ستجدون أن النصر ينتسب إلى الله ولا ينتسب إلى غيره. ماذا يعني هذا؟ أن النصر ينتسب إلى الله. أعطيكم مثل: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. النصر هو من حق الله على المؤمنين، ونصرك الله نصرا عزيزا. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. إلا تنصروه فقد نصره الله، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. فالنصر ينتسب إلى الله، وهذا معناه أنه ليس هناك نصر إلا من الله، وبالتالي من يبحث عن النصر يجب أن يتوجه إلى الله لا يتوجه إلى غيره، ومن يريد أن يكون منصورا لا يعتمد على قوى شرق أو غرب
أو حتى على نفسه، عليه أن يكون واثقاً بالله وبنصره. إذا كان النصر من الله، فماذا، لماذا هذا الجند وهذا التسليح وهذا التدريب وهذا الاستعداد؟ واجبنا أن نعد لهم القوة وأن نظهر القوة وأن نبرز القوة وأن نكون أقوياء. واجبنا الشرعي هو هذا. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، علينا الإعداد والتدريب والشجاعة والحضور، وأن نؤدي التكليف. عندما يكون هناك فتوى يكون هناك حضور، عندما يكون هناك أمر شرعي يكون هناك إنجاز، لكن النصر ليس بيدنا ولا بيدهم ولا بيد أحد، النصر من الله. وعندما يكون النصر من الله، هذا الحقيقة القرآنية، النصر من الله، وعندما يكون النصر من الله فهو لا يحتسب بحسابات المحدودين البشر. البشر يحسبون حساباتهم وفق الأوزان والقوة والعدد ولكن عندما يأتي نصر الله فهو يتجاوز قواعد المحدودية البشرية، يأتيك من حيث لا تحتسب، يأتيك وأنت تتصور أنك انتهيت، يأتيك وأنت تتصور أنك في آخر القائمة، وإذا تجد نفسك في الانتصار. قصة الانتصار الإلهي نصر الله أيضا نجده في واقعنا، وليس فقط في زمن رسول الله، في واقعنا. قصة الحشد الشعبي قصة من قصص نصر الله. شاء الله أن ينتصر هذه الأمة وهذه الجماعة المظلومة، فكان الحشد الشعبي. كانت هناك مؤامرة كبيرة دولية، أمريكا، واعترف بها ترامب واتهم بها كلينتون، أنك أنت التي أسست الدواعش، وجاب أمثلة وشواهد أثبت أن الداعش هو مشروع صهيوني أمريكي يستهدف المنطقة وبالخصوص العراق وما يحيط إسرائيل، فلسطين المحتلة وبعض دول المنطقة كانت مع هذا المشروع، ساكتة عنه أو قابلة له أو مساندة له حسب مواقفهم، بل أن بعض من موجود في العراق أيضا كان أعطى الضوء الأخضر لمثل هذه المؤامرة لتقسيم، لإضعاف، لتبديل الأوضاع. ودخل داعش بهذه السهولة، ووجدنا أن الدولة بدأت تنهار، أو قواها الأمنية بدأت تنهار، وداعش بعددهم القليل وصلوا إلى مناطق قريبة من بغداد وهددوا العتبات المقدسة في سامراء وفي كربلاء وفي بغداد، والناس في حيرة، والجيش أو القوى الأمنية عموما بعضها في غفلة وبعضها لا تعرف من أين أو كيف تواجه الموضوع. وكانت فعلا معركة وجودية، نكون أو لا نكون، كانت معركة استئصال. وجدناهم في المناطق التي كانوا فيها استأصلوا من يخالفهم بالرؤية، مشروع أمريكي صهيوني لتشويه الإسلام، بعد أن أخذ الإسلام ودولة الإسلام والوجود الإسلامي، وجوده العالمي في المنطقة وفي العالم، أرادوا لهذا الوجود أن يتحكموا فيه، فذهبوا إلى أناس ليس لهم قائد وليس لهم مرجعية وليس لهم جهة تملك الفتوى، والفتوى من خلال كتاب وسنة. توجهوا إلى أناس بين جاهل وبين متعصب وبين يعرف ظاهر من القرآن أو من الإسلام، واستطاعوا أن يستثمروا الطاقة الموجودة عند كثير من الشباب في عمليات انتحارية وغيرها.
فكان صراعاً وجودياً حقيقياً للشعب العراقي وللمنطقة ولتغيير معادلاتها. ما هو الموقف؟ من سيقف أمامهم؟ بعد أن كانت هناك ردة فعل من الانهيار النفسي، جاءت الفتوى في شعبان وفي شهر حزيران، في 10 حزيران في 2014، والحمد لله الناس، الأمة، المستضعفون، المحرومون، الأساتذة، الكبار، الصغار، الشباب، كلهم استجابوا لفتوى انطلقت من شعور إن تنصروا الله ينصركم، إن تقفوا مع الله الله يقف معكم. لم تكن هناك وظيفة ولا رتب ولا مقامات ولا أموال، كان المشروع موت، جهاد، كان المشروع جروح، بتر أعضاء، عيون، كانت معركة حقيقية وحاسمة وبأعلى درجات الإيذاء. الطرف المقابل كان جهة عقائدية حاقدة، وبالتالي ترى الموت هو جزء من مشروعها. ولكن ولم يمكن أن تواجه هذه العصابة التي مرقت من الدين كما يمرق السهم، كما وصف رسول الله، لم يكن ممكن لمواجهة هذه العصابة برجال يتعاملون وفق القواعد الفنية أو ما شابه. كان المطلوب نفوس أبية، نفوس حسينية، نفوس ترى في العباس نموذجا ومثالا، وليس ترى في كيف ستكون بعد هذه المعركة في أي موقع وفي أي رتبة وما شابه. استجاب الشعب العراقي، استجاب الأبطال الخيرون المؤمنون من كل الأصناف، وذهبوا إلى الجبهات يتسابقون كأنه يتسابقون إلى حفلة عرس، يتسابقون وهم يرون أنهم ذاهبون إلى الموت، قد يرجع أحدهم بدون كف أو عين أو رجل أو لا يرجع. والجميل أن العوائل الحسينية التي تربت على حب أبي عبد الله الحسين ومثالها العباس كانت تساعد أبنائها في أن يذهبوا، بل أن الآباء يتبرع، بل يتقدم أبناء في هذه المواجهة. كانت حقيقة معركة كربلاء في قرن 21، وكانت الانتصارات. الأمريكان بخلوا علينا بكل شيء، بالسلاح، بالتخطيط، بغيرها، بشروط معينة، بأموال معينة، لكن الحمد لله وكما توقعنا لا ينصر شعبنا إلا من هو مثلنا، إلا هو من يعتز بالحسين والعباس، إلا من هو يؤمن بولاية أمير المؤمنين. فكانت الجمهورية الإسلامية بكلها أن تكون معنا في سلاحها ورجالها وخبرتها، وكذلك إخواننا في لبنان جزاهم الله خيرا بخبرتهم، كانوا معنا في هذه المعركة، وكل الطيبين، كل المؤمنين، كل من يريد أن يبقى العراق حر وتبقى العتبات أيضا في ولاية أهلها كانوا معنا. بعضهم حتى جاء من أمريكا، جاء من عراقيين وغير عراقيين مؤمنين يتقدمون من أجل أن يستشهدوا أو يكونوا في هذه المعركة. وكانت الانتصارات تلو الانتصارات، ووجد الغرب نفسه إلا أن يكون حاضرا حتى لا تسجل للشعب العراقي وللفتوى وللمرجعية ولأهل هذه الأمة هذا الانتصار على أشرس مجموعة اعترف بها العالم، أشرس مجموعة. وكانوا يقولون أن القصة تطول، بعضهم 30 سنة، بعضهم يقول 5 سنوات، بعضهم يطيل، وأن الأسلحة عندكم لا تفي ولا يمكن أن تحقق انتصار. لكن الإرادة الحسينية والتوفيق الإلهي كان النصر، فالنصر من الله، إذا جاء نصر الله والفتح. النصر من الله على خلاف كل قواعد
الحسابات العسكرية المادية وما شابه. لماذا نحتفل اليوم؟ الفتوى في حزيران، نحن الآن في الشهر 11، لماذا نحتفل اليوم؟ نحتفل اليوم في مثل هذه الأيام. يوم أمس كان في مجلس النواب ولادة عسيرة لقانون هيئة الحشد الشعبي، هذا القانون الذي حول هذه الروح الحسينية الجهادية المباركة التي باركها الله بالنصر إلى وجود رسمي محترم محمي وهو جزء من الدولة. كانت هناك قصة طويلة في مجلس النواب، ويمكن أن تراجعوا وتسمعوا ماذا قال فلان وماذا قال فلان. قسم من النواب رفض الحضور، لا يقبل أن يكون هناك قانون لهيئة الحشد الشعبي، وآخرون اشترطوا أن يكون لهم حضور فيه وحصة فيه، وآخرون طلبوا أن يكون لغير لمجموعتهم أن تكون أيضا جزء هذه الامتيازات التي يمكن أن تكون لهؤلاء المقاتلين. وهذا يجر وذاك يعر إلى أن قرئ القانون، واشترط أن يكون بثلاثة أسطر، لأنه إذا طال القانون وتطور أو دخلنا في التفاصيل سوف لا يقر. قانون من ثلاثة أسطر، أنها هيئة حكومية تحت قيادة رئيس الوزراء، واسمعت الأسباب الموجبة. هذه أول تجربة صنعت المعجزة في العراق، عندما التحم الشعب مع الدولة، ما تحقق في 2016 اللي كان الانتصار أو إعلان الانتصار في نهايته، كان معجزة تحققت نصر الله، تحققت عندما التحم الشعب مع الدولة بمباركة الفتوى. ولولا الفتوى لا يلتحم هذا الشعب، ولا الفتوى جاءت بعد فترة من دخول داعش إلى حدود بغداد. الفتوى هي التي أعطت لهذا الشعب الإجازة لأن يلتحم مع حكومته مع دولته، فصنع المعجزة. أمامنا تحديات كثيرة يا أخوان الأعزاء، وهذه التحديات لن تستطيع الدولة أن تتجاوزها. تحدي الدولار، وطالبنا في أن بحي على الكرامة في تحرير أموالنا من البنك الفدرالي الأمريكي، هذه قصة لا تستطيع الدولة بمفردها أن تواجه أو تحل هذه المعضلة. عندنا قصة قوات التحالف الموجودة والتي بدأت تمتد، وآخرها كان استشهاد الأخوة الأعزاء وتجاوزهم على السيادة وتحكمهم في الأمن وعدم احترامهم لهذا الشعب ولا لسيادة هذا البلد، هذه قصة لا تستطيع الدولة أو الحكومة بمفردها أن تعالجها. وهناك قصص أخرى في مواجهة المخدرات، في مواجهة التميع الذي يراد له أن يكون في هذا البلد الكبير، لا تستطيع الدولة بمفردها أن تواجهها. وبالتالي الشعب هو ركن أساسي في أي نجاح ممكن أن يتحقق في هذا البلد. وشعبنا والحمد لله لا يلتفت يمينا ولا يسارا ولا يركض مع هذا الشعار أو ذاك الشعار، قد نجد هذا وذاك مجموعة، لكن شعبنا ينتظر الإذن الشرعي، ينتظر التوجيه الشرعي، ينتظر من يثق به من مراجعنا الكبار ليعطوا إشارتها. وفعلا كثير من الانتصارات التي تحققت في العراق، إخراج المحتل الأمريكي والبريطاني، المواجهات الكثيرة التي صارت خلال الفترة الماضية للأفكار المنحرفة، كانت كلها ببركة المرجعية، لكن كانت بمفردها المرجعية واستطاعت أن تفرض إرادتها. لكن اليوم بوجود هذا الحشد وهو جزء مهم وحساس في الدولة، ومهمته وفق القانون أن يحافظ على هذا النظام،
هذا النظام ليس ملكا لأحد، هذا النظام هو ملك الشعب العراقي، يحافظ على هذا النظام الذي لا يقرر فيه لا حزب ولا شخص ولا أي كيان سوى ما يقرره الشعب من خلال التصويت، صناديق الاقتراع، ومن خلال ممثليه في مجلس النواب. هذا الذي صنعه إرادة الشعب العراقي، وهذا الذي تريده المرجعية، أن نبقى في حالة من الانسجام وفي حالة من السلم، لكن قد نختلف، قد نتبادل الآراء، قد نتنافس، لكن عندما نريد أن نحسم أمراً لا يكون هذا الحسم بقوة سلاح على إخواننا، على شعبنا، وإنما يكون من خلال صناديق الاقتراع أو من خلال ممثلين المجلس. من يحافظ على هذه الحقيقة أو على هذه النعمة، نعمة أن الشعب هو الذي يقرر، وأعداؤك يحيطوك يريدون أن يستحوذوا عليك ويغيروا هذا الأمر، من يحافظ عليه؟ كلنا مسؤولون عنه، والحشد الشعبي وفق النظام هو سيكون في المقدمة من أجل الحفاظ على هذا النظام. شكراً واعتزازاً وافتخاراً بكم، أنتم الذين حافظتم على حرية شعب العراق، أنتم الذين حافظتم على كرامة هذا البلد، أنتم الذين حافظتم على عرض نساء أهل العراق، كل العراق من شماله إلى غربه، شرقه، جنوبه، وبالتالي لكم جزيل الاحترام، جزيل التقدير، جزيل الامتنان. لا نفي للمقاتلين الذين ذهبوا ولم يفكروا بمال ولا موقع ولا منصب، وإنما فكروا أن يؤدوا التكليف، هؤلاء في المقدمة. وأخونا العزيز أبو مهدي المهندس أيضا كان في المقدمة، وهو نموذج لمثل هذه الفتوى، وعزيزنا الحاج قاسم سليماني الذي قرر أن يكون معكم وأن يستشهد في هذا الطريق. من يصنعه مثل هذا الرجلان، ومن تصنعه الفتوى، ومن يكون معه المواكب الحسينية، فهو صناعة حسينية علوية مرجعية مباركة. طوبى لكم يا أبناء الحشد الشعبي، طوبى لكم أيها المقاتلون، طوبى لكم أينما كنتم، في المستشفيات، في الجهد الهندسي، في الجهد المعلوماتي والاستخباراتي، في الجهد القتالي، في جهد الخدمات وغيرها، أنتم تقومون بعمل مهم كبير وشريف وعظيم. أنتم بركة نصر الله، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. أنتم صناعة الله وصناعة الفتوى، فبارك الله بكم وجزاكم الله خيرا. ومن نصر إلى نصر، ما نشاهده في غزة هو أيضا صناعة نصر الله، ما نشاهده في غزة من انتصارات لهذه المجموعة الصغيرة هذا مثال آخر لمفهوم نصر الله. لماذا في القرآن فقط نصر الله، لا يوجد نصر غير نصر الله؟ لأنه تجد المجموعة الصغيرة الصابرة الفقيرة المحاصرة تضرب يوميا ويقتل منها بالآلاف، لكنها بصبرها تنتصر، بصبرها تعتز، وآخرها نتنياهو يستجيب ويرضخ. لا استطاع بقوته أن يحقق شيئا، ولا يمسك قادة، ولا يفرج عن رهينة، لم يستطع بكل قوته 50 يوما هو يضرب ويقتل، ولا استطاعت هذه المجموعة المؤمنة الصابرة الحريصة على أن تبقى حرة وتابعة لله تعالى، شاء الله أن ينصرها من حيث لا تحتسب. النصر قادم، كل خطواتنا ما دامت لله وفي عين الله وبأمر الله وفي ضمن حدود الله لا في تجاوز على حقوق الآخرين، نصرنا محقق ما دمنا مع مرجعية دينية عليا وولاية عارفة قوية، فنصرنا محقق سواء كانت أمريكا أو غير أمريكا، نصرنا محقق، فعلينا أن نستبشر. بشراكم فالنصر لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا لسماحة الشيخ الدكتور همام حمودي على هذه اللمحة التاريخية الهامة عن الحدث الأبرز في تاريخ العراق الحديث، وهو قصة صمود وتحدي لأبناء الحشد الشعبي المقدس بوجه عصابات داعش الإرهابي، وتطهير الأرض والعرض من دنسها، وإحباط كل المخططات العالمية والدولية للنيل من هذا الوطن. ختاماً، نسأل الله التوفيق لنا ولكم، وأن يرزقنا الشهادة والنصرة في سبيل الدفاع عن هذا الوطن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.